الدنيا بتسود في عيني يا دينا. كل ما افتكر العسكري اللي قتلته ده واقف قدامي افكر في اهلي. رمضان دايما احلى على النهار ولسه مكملين. الحكومة عارفة كويس ان انا ما قتلتش حد، وعارفة القتل الحقيقي، عشان ادينا بقول للحكومة ان كل حد كان السبب في تلفيق التهمة دي لي انا مش هسيب. خلصت كلام انا. رمضان احلى على النهار.